النفس البشرية أكتر شيء بتحافظ عليه الشريعة الإسلامية وبتعظم الشريعة، يعني حرمة النفس في كل شيء، وأهم ما يمكن الحفاظ عليه وقت الشدائد أو وقت الأوبئة إن إزاي بيتم تخفيف المطالب أو الأشياء اللي يجب على الإنسان إن هو يعملها تطبيقا لشريعة الإسلام السامحة، إزاي في وقت الشدة أو وقت الوباء أو وقت المرض أو حتى وقت المطر، يعني حاجة عارضة، إزاي الشريعة بتحافظ على النفس. ده يعني مدخل لحديثنا النهاردة بمناسبة إن بنستقبل الشهر العظيم بكرة إن شاء الله، يعني ربنا يتقبل مننا صالح الأعمال. وضيفنا الكريم في هذه الفقرة فضيلة الشيخ أحمد خليفة همام من علماء الأزهر الشريف، بيشرفنا أن حضرتك تكون معنا، كل سنة وفضلتك بكل الخير. والله أنا اللي ازددت شرفا بوجودي معاكم وبمحادثتي لحضرتك وللسادة المشاهدين، وكل عام ونحن جميعا بخير. فضلت الشيخ أحمد، يعني تعظيم النفس في الشريعة الإسلامية، يعني نفهم إزاي شريعتنا الغراء بتعلي من قيمة النفس والحفاظ عليها. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه، عليه الصلاة والسلام. وبعد، فإن النفس الإنسانية الإسلام اعتنى بها أيما اعتناء، بمعنى حماية النفس الإنسانية من المقاصد الرئيسة في الشريعة الإسلامية. بعد حماية الدين مباشرة تأتي حماية النفس. يعني إيه؟ يعني من حماية الله عز وجل للنفس حرم الاعتداء عليها. ما ينفعش أقول دي نفسي وأنا حر فيها. أي. ربنا يقول له ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ما ينفعش يقول أنا عيان أتداوى ما تداويش دي نفسي وأنا حر فيها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل ما أنزل من داء إلا وجعل له دواء. وبعدين لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. صحيح. ومن الإحسان أن أعطي نفسي حقها وأحميها من أي شيء يكون فيه الضرر لها. طب فضيلة الشيخ، في هذا الإطار المدخل اللي احنا قلناه عن حماية النفس، ومع وجود يعني وباء زي وباء كورونا، يعني اللي هو خلف الحقيقة آلاف من الناس اللي فقدوا حياتهم جراء الإصابة به، وأيضا الإصابات اللي يعني الناس بتعاني بدرجات متفاوتة طبقا لمناعة كل إنسان وسنه وظروفه الصحية وما شابه ذلك، لكن احنا كمان داخلين على شهر عظيم، شهر رمضان المعظم، والناس كتير بتحب ان هي يعني تتقرب الى الله، والعبادات وطبعا الصوم رقم واحد والصلاة والنوافل وكل حاجة. يعني ازاي نحقق المعادلة في ان احنا نحافظ على نفسنا وعلى صحتنا، وفي نفس الوقت نؤدي صلواتنا وصيامنا و الحاجات اللي يعني بترتبط في أذهاننا بهذا الشهر العظيم. سبق وأن قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، وهذا الوباء جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأسلوب الناجع للحماية منه، ألا وهي أي هذه الحماية تتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم إن الطاعون رجس أنزله الله على أمم ممن كان قبلكم. طب وإحنا؟ وإنه لكم رحمة. في رواية يقول صلى الله عليه وسلم
فإذا نزل بأرض فلا تخدموا عليها وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها إلا فرارا منه. نعم. إذن أنا مطلوب مني كمسلم أصلي، مطلوب مني أصوم، مطلوب مني أعبد ربنا سبحانه وتعالى، بس بما لا يلحق الضرر بي. نعم. طب إزاي؟ أنا نفسي أصلي في الجامع، هل أنزل أصلي في الجامع ويأتيني الوباء من أي مصلي إلى جواري؟ ما كانش صلى الله عليه وسلم قال فلا تقدموا عليها. نعم. وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. نعم. وما كانش وعد اللي بيلتزم بيته بالثواب. هتقول لي النبي قال التزم بيتك؟ أيوة. يقول صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى للحديث في صحيح البخاري أيضا، ولمن التزم بيته صابرا محتسبا مثل أجر شهيد. إذن أنا مطلوب مني إيه؟ لا أخرج إلا للضرورة. يبقى أول حاجة عندي لا أخرج إلا للضرورة. الضرورة إيه؟ ما أنا مش هموت من الجوع. نعم. لازم إن أنا أخرج أتقوت، وأنا خارج أتقوت ألتزم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، النظافة الشخصية. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، تنظفوا، كونوا في الناس شامة، نظفوا أفنيتكم. آه. يبقى النظافة الشخصية لابد منها. ونتباعد. التباعد الجسدي مش الاجتماعي. طبعا. التباعد الجسدي طبعًا. أحافظ على مسافة بيني ما بين اللي قدامي. صحيح. إذا كنت جالي نوبة من السعال أو لابد يكون معايا منديل. نعم. المنديل يستخدم مرة واحدة. كل ده أداب وإتيكيت علمها لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب بعد كده ممكن إن إحنا بقى زي ما اجتمعنا في الشغل نجتمع في المسجد؟ أقول له حبيبي إحنا اجتمعنا في الشغل للضرورة. نعم. لكن هل الاجتماع في المسجد للضرورة؟ نعم. طيب هنا اسمح لي، يعني بعض الناس يقول لك طيب أنا مثلا صلاة الجمعة لما أصلي الظهر في البيت في ظل هذه الأزمة هل هاخد ثواب صلاة الجمعة؟ طيب صلاة التراويح لما أصلي في البيت مع أسرتي هل هاخد ثواب صلاة التراويح اللي في المسجد؟ يعني نرد عليهم ونقول إيه؟ إحنا نقول لهم إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نص في حديثه الصحيح وقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا سلكتم شعبا ولا واديا إلا كان لهم من الأجر مثل ما لكم حبسهم العزق، أي يأخذون الثواب كما تأخذونه، وما منعهم إلا العزق. وإحنا ما رحناش المسجد ليه؟ إحنا بنروح ومتعودين إن إحنا نروح المسجد وبنصلي في بيت الله سبحانه وتعالى، بس ما رحناش المسجد خشية انتشار الوباء. هناخد نفس الأجر اللي كنا بناخده قبل كده وإحنا بنروح نصلي في بيت الله عز وجل. طب حدثتني نفسي يا لو المسجد اتفتح دلوقتي والله لا روح. أنا كنت مقصر قبل ما يتقفل. لما اتقفل دلوقتي أنا نفسي أروح. افتحه عشان أنزل. أقول له في بيتك وبتاخد ثوابك بنيتك الطيبة، بس في نية تانية أفضل. نعم. هي إنك تبقى قاعد في بيتك ناوي إنك ما تصيبش المسلم بأذى، ناوي إنك تحافظ على حياتك، ناوي إنك تنشر العلم الصالح بين أبنائك، ناوي إنك تكون قدوة لأبنائك بإقامة الجماعة في الإيه؟ في المسجد. وبعدين هو إحنا منعنا الصلاة؟ لا طبعا. هو حد يقدر يمنع الصلاة؟ هل مشايخنا وعلمائنا الكبار طبعًا. قالوا الناس ما تصلوش؟ لا طبعا. قالوا للناس ما تصلوش جماعة؟ لا طبعا. أمال قالوا للناس إيه؟ صلوا جماعة ولكن في بيوتكم. زي ما سيدنا النبي قال. صحيح. مش قال ساعة المطر صلى الله عليه وسلم. نعم. أمر مناديه كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن خزيمة قال في الليلة المطيرة، وكان يؤمر مناديه في الليلة التي فيها ريح شديدة. ألا صلوا في رحالكم؟ أن ينادي. نعم. ألا صلوا في رحالكم؟ نعم. ألا صلوا في رحالكم؟ ألا صلوا في رحالكم؟ نعم. أنا لما أصلي في رحالي مين اللي اداني الرخصة لي؟ سيدنا النبي. والصلاة في المسجد عزيمة. نعم. والصلاة في البيت رخصة. نعم. طب والصلاة الرخصة دي ربنا بيحبها؟ أيوة. هو اللي قال في الحديث الصحيح الذي رواه ابن خزيمة إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم. يعني زي ما بيحب دي يحب طبعا دي. وهو سبحانه وتعالى يعني. اللي اداك الرخصة دي. نعم. بترفض هدية ربنا ليه؟ نعم. ليه حاسس ان انت معاقب؟
انت مش محقق. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وانه فيكم رحمه. نعم. الولاء ده نزل لنا رحمه من الله، ليه؟ عشان ناخد ثواب مثل اجر شهيد. انا لو رحت ولا مسكت سلاح ولا وقفت في الصف مع اخواننا في سينا ولا هنا ولا هنا، بس وانا قاعد في بيتي ملتزم باجراءات السلام الصحيه، انا باخد الثواب مثل اجر شهيد، كاني رحت وجاهدت في سبيل الله ومت شهيد. نعم ما شاء الله. طيب احنا دايما في يعني مدخل شهر رمضان او استقبال شهر رمضان العظيم، الناس تقعد تفكر طب انا يعني اعمل ايه علشان يعني مزيد من هذا الاوكازيون الالهي، انجاز التعبير يعني، يعني ربنا سبحانه وتعالى عامل لنا اوكازيون حسنات، خد اللي انت عايزه، والصلاة ازاي تتضاعف حسناتها، والاعمال الخيرة والصدقات وكل هذه الامور. طيب يعني نقول كده لمشاهدينا الكرام، يعني نماذج لاقتناء و زي ما نقول كده ازاي ناخد اكبر قدر من هذا الـ يعني الاوكازيون، الحسنات اللي بالجمله في مدخل هذا الشهر. نص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على انه من اتى في شهر رمضان بفريضه له ثواب 70 فريضة فيما سواه، ومن اتى فيه بخصله من خصال الخير له بها ثواب كمن اتى 70 فريضة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيستحب للعبد أن يدخل رمضان بنيات متعددة، وليكن رأس النية أن يكتبه الله عز وجل من المخلصين، أن يكتبه من المتقين، أن يكمل في نفسه ما كان ناقصا قبل رمضان، وأن يستمر على ذلك بعد رمضان. كان ناقص إيه قبل رمضان؟ كنت بصلي على سطر واسيب سطر، فرصة جات لك من عند ربنا سبحانه وتعالى انك في فترة التباعد الجسدي مقترب من اولادك قوي، فاول حاجة تقدمها في رمضان انك تقرب من اولادك عشان تبقى من خير الناس. يقول سيدنا النبي خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. طب وبعدين تكون قدوة لاولادك، ما تقعدش تتفرج على المسلسل او البرنامج وتسيب الصلاة بعد ما الاذان اذن، اقوم اتوضى اصلي اصف ولادي خلفي، صلينا ما فيش مانع ان انا ارفع عن نفسي فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. طب انا اصل رحمي مش قادر، اصل في كورونا، اقول له الكورونا مش هتمنعك تمسك التليفون وتتصل او تفتح الماسنجر وتبدا ان انت صح. تعمل مكالمه فيديو. نعم. مع والدك مع والدتك مع اخيك مع مع مع، اذا التواصل بين الاقارب يكون بالهاتف في فتره الازمات، قدرت توصل له من غير ما تاذيه وتنشر له العدوى. صحيح. عليك ان تتقارب معه بس احرص على اجراءات السلامه. نعم. نعم. يعني ازود نفسي بالجمله، يعني خلاصه الكلام، بالمحافظه على الاركان، الصلاه، الزكاه، الصوم، بالخصال الطيبه كصله الرحم، بكف اللسان ان يلوك اعراض الناس. وان يتكلم فيما لا يعنيه. نعم. الصوم جنه ما لم يخرقها اي ما لم يخرقها العبد. نعم. نعم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه. صحيح. في صحيح. ان يدع طعام وشراب. يعني تشرفنا جدا بوجود حضرتك معانا، كل سنه وفضلتك بكل الخير، وايضا الامه الاسلاميه وشعبنا المصري العظيم. ان شاء الله نستقبل غدا شهر رمضان بكل الخير واليمن والبركات. فضيلة الشيخ احمد خليفة همام من علماء الازهر، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك وللسادة المشاهدين، وكتبنا الله واياكم في رمضان من المقبولين. امين يا رب. أمين. شكرا لكل مشاهدينا من خلال متابعتهم لنا في هذه الحلقة، وبنصبح عليك. هنقابل حضراتكم ان شاء الله الخميس القادم واسرة جديدة في انتظاركم غدا. تحياتي دائما حازم ابو السعود، الى اللقاء.